الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين. إخواني، أولا أقول إخواني الوزراء وإخواني في مجال الإتصالات وإخواني في الجنان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أقول مرت الكلمة خاصة، ولكن حديث صغير ما كيف ذلك. خروج نيات بدون رتوش، بدون يعني تجول بدون شيء. إحنا تعودنا على هذا، وهذه كانت وظيفة المواصلة كي نوصل المعلومة من مكانها إلى مكانها بطريقة مبسطة وفاعلة. فما زلنا على طبع الاتصالات. الاتصالات مرفق أو مرافق مكرمة عزيزة لا يبلغها إلا من أراد الله أن يجعله من إن شاء الله من عباد الصالح. كان لي الشرف الكبير في أن منحني الله رجالا أجلاء أعزاء مجهولين، ولكن أجلهم من طلاب ذلك. وأنا في هذه المناسبة أكرم الله إخواني الأعزاء الأجلاء الذين كرمونا بحضورهم إلى هنا، وكرموني مرة أخرى بأن ألقي كلمة بسيطة. أرجو أن تكون قلوبكم يعني مفتوحة لها والصبر يعني بها، لأنها فرصة لي. أولاً أعبر بأني لست ذلك الإنسان الذي يقولون عنه أنه أحد بالغ في يعني في مدح وفي كلام. والله عز وجل لا يحب هذا الصرف من الناس. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن صفات المواصلات بالذات أنهم ليسوا من الناس المتكبرين والمتعظمين والذين يحبون الظهور. الله عز وجل سأصرف عن آياتي، ما شغلنيش أنت الذين تكبرون فأرض غير الحق. هذا الذي متكبرين الله عز وجل يصرف عنه، لا يعني كلمة واحد ولا يسمع قرآن ولا حتى ما ينفعش مع شيء. فإن شاء الله عز وجل جعلنا عباده الصالحين الذين يحبهم ويحبون. هذا كرمني بها والتكريم هو لأصدقائي وأهلي وإخواني المواصلات أبنائي كلهم. هم الذين كانوا في رؤوس الجبال، هم الذين حفروا في الوديان، هم الذين ساروا في الصحاري، هم الذين أمنوا وأمنوا وأمنوا. ومنهم ناس مشهولون إلى هذه الرحلة. كم نكون نحن مقصرين، ونحن مقصرين حقا في أن نعطيهم مكانتهم التي يستحقونها. ولا يعني أقول أننا سأتكلم عن الفئة من الناس، ولكن سأتكلم عن الموجزين على الأقل من هؤلاء الناس. منهم من يعرفه الكثير المرحوم حبيب حميد الدين، هذا الإنسان الذي كان فلتة كان فلتة. أنا رجل يعني الناس منفق، حتى وأنا وزير ما كان شيء، كان الكرسي حكيم يعني يستنكر علي أحد ما شاء الله موجود. لكن كنا في الوديان في كذا في الصحون في الجزار، ولكن أيادي أمينة تقوم بكل العمل هذا. فحبيب رحمه الله، وأسأل الله أن ينزل عنا خيرا عن اليمن وعنا في المواصلات، وأن يصلح حاله حال أولاده إن شاء الله. هذا المنتج إن شاء الله قد يكون لنا مجال أننا نتكلم في أشياء معجزة. أنا كنت وزير مهنة وكان عندي تجارب في الاتصالات من يعني منتصف الخمسينات، يعني في القرن الماضي. أول شهادة لي في الاتصالات في سنة 56. عرفت الإمام مثلا الإمام أحمد يعني صار في دولة، وكنت كذا نافي من عمل قبل أن أترجم. كان ابن منه هذا كان يقول أنت بجاه الله ما شاء الله منه وناس وغيره. هذا في الخمسينات. الموجه الاخر الانسان ما قد تكلمش باسمه، ورغم كثير ما يعني ما مش يعني ما موقف، عندي موقف من مواقفه فقط في البطوله في التضحيه في الاعضاء. و ساذكر اسمه بعد ما تم اوصل لكم الحاله التي كنا في نهايه الستينات في نهايه الستينات نعم الأمم المتحدة واتحاد السوفيتي للمواصلات على المناسبة لمختبر ITU. و
وهذا كان الفوتو في عيبان أشوفه مبنى بنينا في نهاية السبعينات في نهاية الستينات وكتب سوينا في الجدار حقه بناء من الحبش والحجر هذا ITU وكانوا قالوا هل كل ما يكون يجي في المستقبل لأنه بناء متين يكونوا يقولوا هذا كان إله أو معبد أو هذا معبد للـ ITU اسمه ITU إله اسمه ITU كان هذا مبنى في عيبان وكان آخر يعني سوينا في جبل العروس هذا لأول اتصالات بين المدن بواسطة ما يسمى بالتروبسكيتا ما كانش معنا هالكلام اتصالات كان على الخشب وسط الأسلاك يعلمها صوت بالعلم لكن الذي حدث أنه إطلاع المعدات إلى رأس جبل العروس ما في طريق ما يتم إلا بطريق بالهليكوبتر وما كانش معنا في اليمن طائرة هليكوبتر كثير تبز هذه الأشياء استأجروا الأمم المتحدة أو الاتحاد الدولي من إثيوبيا طائرات 108 تعرفوا 108 حق الحمد فبينما هم يقولوا المعدات كان هذا يوم جمعة في كورونا وأنا أنا في صنعاء وكان هذا البطل يشكل المعنون في النهاية في كان أنا في رأس الجبل وكان مسؤول فني في المشاريع وأنا كنت مدير المشاريع مدير عام المشاريع فحمل الطائرة الحمل الذي حملت من المعدات من المطار الجنوبي في تلز إلى العروس هذا كان مساحة صغيرة ما مش مساحة ثلاثة ما أدري كيف الطيارة ما أخذش بالهم كثير من هذا هم طيارة إثيوبية وطائرة إثيوبية فأخذت المعدات وما قدرت تهبط يعني قديم جنب المبنى ما مش لها صغيرة فطلبت المرأة وحكى آخر مؤخرتها المؤخرة في المبنى فالطائرة اقتربت وعلى الباب الذي يعني يمكن يخرجوا منه لا حتى يخرج منه يعني تغلب خلاص ما بشر وبدأ الحرق في الطائرة ودخلت وحرقت وكان هذا الشخص اللي شكلهم عليه بسلموا وهكذا والنصارى اللي كانوا هناك جوهم هربوا وسبوا على القوارح والحريق هربوا كلهم وأخذت سبحان الله العظيم الغيرة على هذول الطيارين والطائرة قديمة مجلية مقلوبة صار أخذ الحجر كبير هكذا وصار كسر الفرين حتى قدام الطائرة لأن ما عبش بابا لأن يخرجوا وهم قدروا في الدخانة فاتح ما عليهم وجاء الأسيا كان مفيف كان نزعهم على الأول ونزع الثاني وقد خبتهم قد يصدوا وكذا الحالة يعني حالتهم حالة موت وقد استنشقوا من هذا الدخان الشديد هذا وخرجهم لا يعني خسروا وخرجوا استنشقوا وبعدها جوا سحبوهم ونزلوهم على الأكتاف لأنه ما بش طريق يعني من رأس العروس يعني رأس العروس إلى المدينة وصلت الصلي وطبعا الناس هذا شربهم بعد الله من حين كان في الأتقال اللي يسمهم بهذا الدخان الله شعروا يستفروا يعني يخرج كان حاجة يخرج بدو أسوء المهم أنقلهم هذه الحالة وهذا من يجب أن يكرم أنا كرموني هم هذول الشباب هذول هم اللي كرموني وكرم محمد الآسي ورفعوا سمعته ورفعوا مكانته وأنا أمام الله بالنتيجة أن أقول أن هؤلاء وأمثالهم وهم كثر في الإفصالات هم الذي كرم محمد الآسي وكرموا البلد وكرموا الوطن ما زالت يعني أعمالهم يعني حريق توفى منهم كان نتكلم عن قد توفى منهم الرجال والذين ما زالوا باقين أما هذا البطل وأرجو أن تكون هناك فرصة في المستقبل أن يكرم لأنه هم اللي تكريم حتى أكثر مني هذا هو المهندس لطف محمد الأسوري وإن شاء الله يكون له حظ في التقدير لأن كثير من الناس سواء في مجال الصحة وغير المواصلات اسمهم الناس المجهولون هؤلاء وغيرهم كثير منهم هم من الناس المجهولين وكثير من اللي قد يعني قضوا الى الله عز وجل اسال الله ان يجزيهم عنا خيرا وان يرحمهم وان يوفقهم وان يجمعنا بهم مثل ما جمعني بكم في هذه المناسبه الكريمه التي تكرمتم بها علي كثيرا ان يجمعنا في مستقر رحمته وهو راض عنا ولا اطيل عليكم لان كثير منكم مشغولون ولكني اشعر على الاقل أني كثرة خدمتي من شيء لم ينسب إلي والفخر والفجر ينسب إلى رجال الاتصالات من كان حيا منهم ومن كان ميتا ومن زال باقيا لأنهم مسكوا والحمد لله وأنتم خير برهان الاتصالات يعني رغم ما سمعنا مما جرى لها في من العدوان
ومحاولة تدميرها يعني ما زالت رافعة العلم، واليوم تدبر وتقول. ونتكلم عن الفورجي الذي نتكلم إن شاء الله، أسأل الله بالتوفيق فيه وفي كل الأحوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعجز البر حينما يسمع مثل هذا الكلام النابع من القلب، وحينما يتحدث القلب يكون صادقا. الآن إلى كلمة